أستاذ نذير نبعة، من واجبنا جميعا تذكر هذه القامة الوطنية والفنية التي يعني لها فضل الحقيقة على الهوية الفنية السورية وعلى الهوية الوطنية العربية. وأنا سعيدة بهذه المناسبة، ويجب أن تكون هناك مناسبات أكثر يعني، وسعيدة بوجود السيدة شلبية رفيقة عمره والفنانة الرائعة أيضا بحد ذاتها والجميلة، وأيضا بوجود لوحات لزملائه ولكبار الفنانين في هذا المعرض، وهذا أكيد ما كان نذير نبعة سوف يحب أن يراه ويكون معه الحقيقي. شريك عمري ما فيش منه، ولا أنا حقدر أعبر عنه أنه هو حاجة كبيرة، وإنسان عظيم وطيب جدا ونظيف جدا، هو ده اللي أنا أقدر أقوله. يعتبر الفنان نذير نبعة من الفنانين التشكيليين الرائدين على مستوى سوريا بل وعلى مستوى الوطن العربي والعالم. طبعا قدم هذا الرجل العظيم إبداعات متنوعة في الفن، وشارك في العديد من المهرجانات الفنية والثقافية التشكيلية، وحصل على العديد من الجوائز الدولية. الفن التشكيلي قبل نذير نبعة غير بعد رحيل نذير نبعة، فهذا نحن لازم نأكد من ناحية فنية، نأكد على التجربة الفنية كيف كانت، خاصة بالنسبة للجيل الجديد اللي ما عاصر نذير نبعة. الجانب الآخر نحن ممكن نحكي فيه مشان موضوع التأبين بحد ذاته، هذا واجب علينا وعلى وزارة الثقافة، لازم نكرس هذا المفهوم بشكل دائم، ويفضل وهو واجب حقيقي أنه يكرم الفنان قبل رحيله عنه. نذير نبعة غني عن التعريف، هو رائد بالحركة الفنية التشكيلية بسوريا، والتلمز على إيديه فنانين وأساتذة هلأ بالفن التشكيلي، وطبعا أسس لأسلوب بالفن التشكيلي، ويعني سجل بصمة مهمة بالحركة التشكيلية السورية، وكان له دور فاعل بتطوير ومنهج من منهج الفن التشكيلي في سوريا. أهم ما يميزه ليس فقط هو نتاجه الإبداعي اللي كان غني ومتنوع وهام وخاص جدا، كان صوت منفرد. نذير نبعة قلما تصادف يعني شعوب شخص بهذه القيمة، فنحن حظنا كتير كبير السوريين أن يكون عندنا فنان تشكيلي بقيمة نذير نبعة. أستاذ نذير فنان عظيم وإنسان خلوق وظريف، يعني كان حلو المعشر. فنان المتميز، وأنا من أعز أصدقائه واللي بعتز فيه وبعمله وبفنه. والله الأستاذ نذير بالنسبة إلي كان أخ وأب وأهم صديق بحياتنا كلها، يعني فنان عظيم ما بيتعوض حقيقة يعني.